كرة ملعوبة. شوف بالإعادة هنا اللقطة التي أتت أمامنا والكرة التي أتت أمامنا بين الشقيقان أيوب، ولكن كالعادة مرة هنا محاولة وبالإعادة حكم المباراة بطاقة صفراء وركلة جزاء، بطاقة صفراء وركلة جزاء يا إسحاق السندي، يا إسحاق السندي في لحظة. شوف 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 في الإعادة هنا المحاولة كانت للتقدم للأمام وركلة جزاء واضحة، وضوح الشمس في سمائها في ملعب المباراة واضحة واضحة واضحة. آيو يطالع المرمى، هل يضعها؟ تقدم في الأمام من جانب آيو، آيو وفي الجول، هدف أول وابتسامة أولى ورقصة وفرحة أولى لمنتخب غانا. طال طال انتظارها بعد محاولات عجزت عن الشباك، بعد محاولات استعصت عن الشباك، بعد محاولات رفضت لغانا، ها هي ركلة الجزاء وها هي العطايا الأوغندية والهدايا الأوغندية، تهدي غانا هدفها الأول بتسديدة رائعة من جانب آدر آيو، يعانق الشباك وينفض الشباك التي ظلت صامتة لنصف ساعة، لنصف ساعة نظرة للمرمى ولقاء مع الشباك وعراق مع الفرحة الأولى لمنتخب غانا، وها هي رقصة الفرح وفرحة الهدف.